السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. واسف على الانقطاع في اليوتيوب، عارف الاي او 17 ما كملت الاجزاء، في اجزاء كثيره راح تكون مميزات قبل ما تكلمت عنها، لكن نتكلم عن الان عن الاي او 16.6 البيتا الرابع، ما انه نزل الان ولا يبداوا 16.6 كلهم. البيتا الرابع نزل وابل ما يعتبر حطت شيء بينه وبين البيتا الثالث ولا الثاني، لكن كلها تحسينات تصليحات. أبل جالسة مثل ما تقول تبي تثبت الآي أو إس هذا وبدون مشاكل يكون فيه، علشان الأجهزة اللي راح تنتقل حق الآي أو إس 17 تكون شغلة كويس. فالآيفون 10، الآيفون 8 والـ 8 بلس واللي تحت اللي وقفوا الدعم يكونون ما فيهم مشاكل. فالآي أو إس 16.6 اللي راح ينزل إن شاء الله على الشهر القادم، ممكن راح نشوف أنه ممكن باقي كذا بيتا يكون ثابت، يكون ما في مشاكل. طبعا ما تجيلي وتقول لي في مشاكل في استهلاك البطاريه وان جهازك الهيلث حق البطاريه تحت 70 او تحت 80، فلازم في مشاكل. قبل ما راح تنزل التحديث هذا وتغير البطاريه اللي عندك، فاذا عندك مشاكل وبتكمل على هذا الجهاز لازم تعدل البطاريه حقتك عشان يرجع كويس. فثبات النظام لازم، يعني مثل ما تقول تثبت النظام اكثر. الاي او 16.6 لو انه ما في اجهزه راح توقف على الاي او 16 ما راح تنتقل حق الاي او 17 التن وغيره، كان قبل ما نزلت الاي او 16.6. الاي او 16.6 مثل ما نقول جالس تثبت كثير على النظام علشان يكون الوداعيه لحق هذه الاجهزه على هذا النظام بالسوفت وير بالاداء الكويس. كبيتا 3 الى بيتا 4 الجيك بنش في ارقام افضل راح صارت، فابل جالسه اداء الجهاز والاشياء ذي تكون يعني تثبت اكثر وتعدل في السوفت وير في الاداء وفي الاستابيليتي او في الثبات. فهذا الاي او اس، هذا الاشياء اللي ابل جالسه تدقق عليه فقط، وننتظر الاي او 17 ايش بتسوي. الاي او 17 للبابليك اتوقع انه راح ينزل الاسبوع القادم او بالكثير بدايه اول شهر من جولاي، اول شهر من جولاي، شيء اول اسبوع من جولاي، لكن لا اول اسبوع من جولاي راح يكون في 4th of July، ما راح يكون في اللي هو الأسبوع القادم، ما راح يكون في دوام. فتوقع بعد أسبوعين ينزل البابليك للكل، وما أتمنى أي شخص ينزل البيتا حتى الآي او 17 حتى بيتا الآي او 16.6 الآن إلين تنزل الكل. فالآي او 16.6 إن شاء الله ينزل حق الكل بعد أسبوعين، الآي او 17 راح ينزل إن شاء الله في سبتمبر. لا تنزل البابليك ولا أي بيتا، لأن ما تقدر تقول في مشاكل لأن بيتا. ننتظر الثبات، ننتظر كل شيء، تعدل أبل كل شيء، بعدين ينزل حق الكل وثبته واستمتع. خصوصا الاي او 16.6 إذا نزل، أتمنى أي شخص على الاي او 16 حدث حق الاي او 16.6، راح يكون أفضل بكثير من الأجهزة الثانية أو السوفتيرات الثانية. بس إن شاء الله الأسبوع هذا، إن شاء الله إذا قدرت، شوي عندي مشاكل والأشياء دي ومشغول كثير، ابدا انزل او اصور فيديوهات حق الاي او 17 الجزء الثاني. يبي لي جزء ثاني ثالث رابع، ممكن يكون 4 اجزاء او 5 اجزاء، نشوف. وبعدين ننتقل حق البيتا برضو، البيتا الثاني ينزل وما سويت فيديوهات، لازم اسوي فيديوهات عشان نكمل السلسله. ففي نهايه الفيديو تنسوا الاشتراك بالقناه، اشتراك في حسابي سناب شات موجود في الوصف، ولا تنسوني من فضل دعاكم، والسلام عليكم.